المعلومات اللي قدمتيها لنا بخصوص الصحافة المحلية من بغداد. ننتقل إلى أولى تقاريرنا في يوم جديد، وتقرير مميز من تكريم الإعلامي نزار الفارس في برنامجه أخطائي اللي يبث على قناة الرشيد كل خميس. طبعا هذا التكريم حصل في جامعة بغداد، خلونا نتابع هذا الحفل. من بين عشرات القنوات ومن بين مئات الإعلاميين يبرز الأفضل والأجدر بعيون الناس ليتكرم مقدم برامج قناة رشيد الفضائية الإعلامي نزار الفارس وبرنامجه الفني أخطائي كأفضل أداء إعلامي في عام 2017. مبروك لقناة الرشيد الفضائية، شكرا كلية الإعلام، شكرا للجنة القائمة على الاستفتاء لأفضل أداء إعلامي سنة 2017. أنا أشرف هذا وشرف كبير أكيد إلي، أهدي هذا الفوز لمؤسسة قناة الرشيد والأستاذ سعد عاصم الجنابي وللمدير العام الأستاذ علي بابان، وأجمل تحية لمدير برامج الأستاذ عادل إبراهيم. شكرا للنصائح وشكرا لمخرج برنامج أخطائي الأستاذ فراس الراوي، وإن شاء الله برنامج أخطائي لسنة 2018 راح نسعى على تغيير الشكل وعلى تغيير المضمون. رسالة البرنامج أن نشيع ثقافة الاعتذار، المشاهد من يحب النجم ودائما يتابعه من يشوفه يعتذر بالبرنامج مسألة جميلة، هذا من يعتذر على خطأ معين مسألة جميلة، يا رب القادم أجمل. أنا سعيد اليوم جدا بهذا التكريم، ويا رب سنة 2018 تكون سنة خير على نزار الفارس. نشاط ثقافي علمي سنوي تقيمه طلبة الدكتوراه في كلية الإعلام جامعة بغداد وجامعة بابل وذي قار تحت معايير منهج البحث العلمي وبمراحل عديدة من دون ميول وتحيز وبمعاونة نخب ثقافية أكاديمية فنية. جاءتنا حقيقة الاستمارات يعني وفق هذه الأجوبة لا يمكن الركون إليها واستخراج نتائج، ومن ثم انتقلنا إلى الخطوة الأخرى وهي أن نأخذ النخب الثقافية لأنهم على معرفة وإدراك كامل بمعايير العمل الإعلامي الذي أتحفنا به الأستاذ المساعد الدكتور حسن كامل من قسم الصحافة، حقيقة أعطانا كل المعايير العلمية حول هذه الفنون الصحفية والإعلامية التي تم تكريم الإعلاميين عليها. هذا النشاط هو نشاط علمي بحث يقوم بطلبة الدكتوراه سنويا ضمن معايير منهجية البحث العلمي بدون ميول وبدون عواطف، فإنما هناك سياقات علمية متبعة في الدراسات البحثية طبقنا توزيع سكان مدينة بغداد إلى قطع ولا سكان وأعداد، ومن ثم اتخذت هذه المعايير، ومن ثم هناك فريق من الإحصائيين قام بتحليل هذه البيانات وطلعت هذه النتائج. هو عبارة عن نشاط علمي بحث. حقق الفرز نجاحا كبيرا في فترة وجيزة خلال عام واحد في عالم التلفزيون بعد شوط دام 3 أعوام في إذاعة راديو الرشيد، تنوعت برامجه بين الفنية والاجتماعية والإنسانية. متابعينا طبعا بعد ما تابعنا هذا التقرير نبارك للإعلامي نزار الفارس على هذا التميز في الفترة القصيرة بمجال البرامج التلفزيونية، علما أنه كان في راديو الرشيد طبعا كان متعلق ولا زال. نبارك لك مرة أخرى وإن شاء الله من تقدم